ده هيكون عندنا فرصة لمناقشته تفصيليا. لكن بند الميزانية، وانت واحد من المعني بالأمور المالية عن كثب، الجمعية أيضا مخولة من قبل المجلس بمناقشة ميزانية النادي ومناقشة مشروع الموازنة الجديدة. هذا التطور اللي وصل بميزانية النادي أعتقد إلى 2.54 مليار. 2.539 مليار. انت راجعت صديقك عماد حلمي المدير المالي. طبعا دي على فكره وانا اشرت لده في المقال اللي كتبته في مجله الاهلي، انه لولا كورونا لو وصلت ميزانيه النادي الاهلي لنحو 4 مليارات. نحو 4 مليارات. لانه في الفتره اللي توقف فيها النشاط ده، عشان برضو تبقى الجمعيه العموميه على يعني على علم بما جرى، عندما اغلق النادي الاهلي ابوابه بسبب ظروف جائحه يعني اثارت الرعب في العالم ولا تزال تثير الرعب في العالم، فتوقفت الحياه، توقفت كل الموارد، كل الموارد، لانه ما يعني انت عندك عدد ضخم جدا من المحال التجاريه الاشياء اللي هي المفروض بتدير دخل الشركات الخدميه. المشاريع الخدميه دي كلها عندما ما بيجيش اعضاء، خلاص. ما بيجيش ناس، مفيش اي حاجه. الكوره كانت متوقفه، مباريات الدوري متوقفه، ما فيش اي انشطه من اي نوع. وانت عندك بند ضخم جدا، هو بند الرواتب للعاملين في النادي الاهلي، وبند الرواتب والمكافآت للفرق الرياضيه وهكذا. ولم يتوقف ابدا النادي الاهلي عن التزامه بان تكون رواتب العاملين قبل نهايه كل شهر ميلادي، رغم المصاعب الجامه في تحصيل ايرادات الاهلي. لو بصينا للفرق بين ميزانيه 18 19 وميزانيه 2021، هنلاقي انه ميزانيه 18 19 مقارنه ب 17 18 الفرق فيها نحو المليار، بينما الثانيه كم مليون كده زياده، واخر سنه في حوالي 270 مليون. لكن النهاية أنت بترتفع من 750-780 مليون ميزانية إلى 2.539 مليار. 2.539 مليار، ودي أنا أعتقد أنها من أكبر ميزانيات الأندية في الشرق الأوسط. الموازنة المقترحة اللي هي للسنه دي هتبقى فيها زيادات كبيره جدا ببساطه، لانه هيبدا النشاط في التجمع الخامس، والاقبال عليه ما شاء الله شيء رائع جدا. بدات في مصادر جديده للدخل للنادي الاهلي تظهر، الشركات المساهمه طبعا دي حاجه تانية لوحدها بقى، يعني الشركات هذا موضوع آخر، لأنه ستحول شركة الأهلي للخدمات والإنشاءات المصادر الإنفاق إلى مصادر إيراد. يعني مصادر الإنفاق أنا بصرف، زي ما الكابتن خطيب كان أشار، قال إحنا كنا بندفع بس في الطيران والفنادق وفي كذا وكذا 70 مليون، عندما ستتحول إلى شركة الأهلي دخل لشركة الخدمات، المكاسب هتروح للنادي الأهلي، هتبقى من داخل النادي الأهلي، وإن شاء الله هي دي هتبقى بداية انطلاقة أخرى، أو إيه يعني هنقول إيه، التحول الكبير في تاريخ النادي الأهلي اقتصاديا سيكون من خلال شركاته، خصوصا عندما ستطرح في هيطرح منها جزء اقل من 51% في البورصه. انا اعتقد جماهير الاهلي هيبقى اسعد ما يكون ان يكون لها سهم في
شركات النادي الأهلي.